قناة دينك نجاتك للتصاميم الدعوية. الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله يقول لي: يا سليمان، والله رجل صبرت عليه 15 عاما وأنا أعرف أخطأه وأنصحه لكن ما أظهرت هذا. 15 عام لماذا؟ لأنهم يريدون نصرة السنة، ما يريدون الإسقاط، ما يريدون البروز، ما يريدون، يريدون نصرة السنة. أما الآن يأتي بعض طلاب العلم حتى إخوانهم الذين هم على خير والدعوة قائمة عليهم والأمور بخير الحمد لله، فلان عنده كذا وفلان عنده كذا، من الذي لا يعد له خطأ؟ كل الناس يعدون، لكن هل الطريق صحيح؟ يتصدرون الآن، صدر طلاب العلم لمسائل من أعظم المسائل، ثم أصبح بعضهم يسير على طريقة أهل البدع. طريقة أهل البدع أنه لا يستفتي إلا من يعلم أنه سيوافقه. شاب في المناصحة قام قريبا، شاب في المناصحة ذهب إلى العراق أيام العراق، فقلنا له: هل استفتيت العلماء؟ قال: نعم، استفتيت الدكتور فلان، رجل عندنا في المدينة معروف بالتسرع والاندفاع. قلنا له: أنت من أين؟ قال: من الرياض. قلنا: ما تعرف الشيخ صالح الفوزاء؟ قال: بلى أعرفه، هو عندنا في الحي. طيب، الشيخ صالح الفوزان من كبار علمائنا، لماذا تتركه ولا تستفتيه وتذهب إلى هذا الدكتور في المدينة لتستفتيه؟ قال: أنا عارف الشيخ صالح الفوزان وش بيقول. قلت له: طيب، وأنت عارف الدكتور هذا وش بيقول؟ هذا الدكتور معروف في قصائد في الجهاد الذي يسمونه جهادا وليس بجهاد. الآن بعض الشباب الذين يظنون أنهم يخدمون السنة ويدافعون عن السنة لا يستفتون إلا من يظنون أنه سيوافقهم، وذلك يذهبون إلى المدينة، لا يذهبون للشيخ ربيع، لا يذهبون للشيخ عبيد، لا يذهبون للعلماء الكبار، يذهبون لفلان طالب أخذ عن شيخ، أخذ عن الشيخ ربيع ولا عن الشيخ عبيد ولا عن، لماذا؟ لأن هذا هو الذي يمكن أن يوافقه، أما المشايخ يزجرونه وينهونه، وهذه طريقة خاطئة، ليست طريقة من يريد الحق، وليست طريقة أهل العلم، وليست طريقة أهل السنة والجماعة. وهؤلاء سيكونون قطاع طرق في بلدهم وفي بلدان المسلمين عن السنة والسلفية، لأنه ما يقول أحدا، وسيصل بهم الأمر إلى أن يقول قائلهم: لا أعلم سلفيا أو رجلا من أهل السنة في بلدي. ثم ستتسع الدائرة شيئا فشيئا حتى يصبح: لا أعلم رجلا على السنة إلا أنا وامرأتي ورجل الله أعلم. ما هذه طريقة أهل العلم، ولا طريقة المصلحين، ولا طريقة من يدافعون في السنة على السنة، وليس في هذا حماية للسنة، بل قطع الطريق على الدعوة إلى السنة. فالواجب على طلاب العلم أن يتقوا الله، وأن يلزموا شرع الله، وأن يلزموا طريقة العلماء الأبرار، وأن يهذبوا نفسهم بتقوى الله، وأن يعمروا قلوبهم بما يرضي الله، وأن يعلموا أنهم إن كانوا اليوم يتكلمون فغدا بين يدي الله سيسألون، سيسألون عن كلامهم، ويسألون عن الناس الذين تكلموا فيهم، ويسألون عن السنة التي صدوا الناس عنها بهذه الطريقة. وعليهم أن يكونوا مع إخوانهم، مع طلاب العلم، مع المشايخ الكبار في بلدهم، ولا يخلو بلد من خير، ويراجعون، وإذا رأوا شيئا على شيخهم جاءوا إلى الشيخ
وقالوا يا شيخ قلت كذا وهذا نظنه خطأ، بين لنا وجهه. ونحو هذا، والواجب علينا يا إخوة أن نحمد الله على مثل هذا. الحمد لله جمع كبير يحضر يبتغي السنة ويبتغي الحق، يجب علينا أن نحافظ على رأيه.